السلام عليكم. وصلنا إلى جدولة الحواسيب أو جدولة العمليات والثريدز في الحواسيب التي تحتوي على مالتيبل بروسيسور. ومثل ما ذكرنا سابقا بأن جدولة السي بي يو تصبح أكثر تعقيدا عندما يكون الحاسوب الواحد يحتوي على مجموعة سي بي يوز متوفرة. هنا طبعا لدينا الكثير من الأنواع، بعضها تكون هوموجينيوس بروسيسورز، يعني كل المعالجات تكون متجانسة أو متشابهة في داخل المالتي بروسيسور الواحد، يعني في داخل الحاسوب الواحد، بحيث انه كلها ستكون لديها يعني ذاكره خاصه بها وجدوله خاصه بها وهكذا. البعض الاخر تكون اسايمتريك مالتي بروسيسنج، اللي هو المعالجه المتعدده الغير متناظره، بحيث انه في هذه الحاله سيكون لدينا فقط معالج واحد هو الذي يستطيع الوصول الى بيانات النظام، وبالتالي لن يكون هناك ما يسمى بالداتا شيرنج، يعني سيكون لدينا معالج واحد هو المسؤول عن الوصول الى الريدي كيو، ثم ياخذ البيانات ويقوم بتوزيعها على بقيه المعالجات الاخرى. النوع الثالث اللي هو الاكثر شيوعا اللي هو السيمتريك مالتي بروسيسنج، اللي هو البرمجه او المعالجه المتعدده المتناظره، بحيث انه كل معالج سيمتلك خوارزميات الجدول الخاصه به، وكل العمليات ستكون موجوده في طابور استعداد واحد، او يتم توزيعها الى طوابير استعداد منفصله ومستقله لكل واحد من المعالجات بالاعتماد على نوع النظام. طبعا حاليا هذا هو النوع الاكثر شيوعا. هنا طبعا ايضا راح يبرز عندنا ما يسمى بالبروسيسور افينيتي، اللي هو الألفة أو التقارب ما بين عملية معينة ومعالج معين. بعض العمليات راح تكون لديها تقارب مع يعني معالجات معينة، وبالتالي ستحرص على أنه يتم تنفيذها في داخل هذا المعالج أكثر من بقية المعالجات. وأيضا عندنا ما يسمى بالسوفت أفينيتي والهارد أفينيتي. سوفت أفينيتي بأنه العملية تفضل أن يتم تنفيذها في داخل معالج X إذا كان متوفرا، أما إذا لم يكن متوفرا فراح تضطر أنه تذهب إلى المعالج Y أو Z أو غيرها. يعني الهارد افينيتي انه العمليه تصر على انه يتم تنفيذها في داخل المعالج اكس، لانه يعني ضمن يعني قواعد برمجتها انه هي يعني يجب ان يتم تنفيذها في داخل هذا المعالج، وتبقى تنتظر هذا الشيء. هذا طبعا التقارب او الالفه بين العمليات والمعالجات لها اسباب كثيره، بعضها يتعلق بنوع المعالج، لانه مثل ما نعرف اليوم اكو عندنا ما يسمى بالسي بي يو، اكو ايضا عندنا ما يسمى بالجي بي يو او الفيكتور بروسيسورز، فبعض انواع العمليات تكون اسرع واكثر يعني كفاءه اذا تم تنفيذها في داخل الجي بي يو اكثر من السي بي يو مثلا، او في داخل الفيكتور بروسيسور او الهاي بيرفورمانس كومبيوتنج. فهذه يتم يعني تحديدها اثناء البرمجه، يعني المبرمج اذا كان يعرف انه العمليه الخاصه به يعني صعبه جدا وثقيله جدا، بحيث انه المعالجات العاديه لن تستطيع معالجتها بشكل كفو، فانه يجب ان يضع شرط معين انه هذه العمليه يجب ان تحتوي على سوفت افينيتي او هارد افينيتي للجي بي يو مثلا او الفيكتور بروسيسور او غيرها. ايضا طبعا عندنا variations including the processor sets. هنا بعض العمليات تكون هي عباره عن مجموعه من يعني مجموعه خاصه ببروسيسر معين، وايضا يعني يتم جدولتها في داخل هذا البروسيسر من دون يعني المعالجات الاخرى. هنا ايضا عندنا ما يسمى بالنون يونيفورم ميموري اكسس، اللي هو الوصول الى الذاكره الغير يعني منتظم وعلاقته بجدوله العمليات في داخل المعالج. المعالج بعض الاحيان يستطيع يعني هو بشكل طبيعي يستطيع الوصول بشكل اسرع الى الذاكره الخاصه به او الموجوده معه على نفس الشيب نفس الشريحه. هذا يسمونه الفاست اكسس، يعني الوصول الى الذاكره الموجوده معه في نفس الشريحه الالكترونيه. السلو اكسس اذا احتاج انه يصل الى بيانات او مخزونه في ذاكره موجوده في معالج اخر او كور. يعني هنا هسه هذا الكمبيوتر اذا افترضنا انه هذا هو البورد كله يحتوي على المعالج، فهنا راح يكون عندنا هذا الكور نمبر 1 هذا كور نمبر 2، كل واحد من هذه الكورز يستطيع الوصول يعني بوصول سريع جدا الى الذاكره الموجوده معه في نفس الشيب، الا انه يعني هناك سلو اكسس، يعني تكون العمليه ابطا اذا احتاج بيانات من الذاكره في الشريحه الاخرى وهكذا. وهنا ايضا يعني الميموري بليسمنت الجوريثمز كان اولسو كونسيدر افينيتي، هنا يعني خوارزميات وضع البيانات في الذاكره او اداره الذاكره اللي راح نتحدث عنها ان شاء الله في الفصول القادمه، يجب ان تاخذ ايضا بنظر الاعتبار التقارب او الالفه بين المعالج والذاكره. يعني هنا من الافضل انه نضع كل البيانات الخاصه بهذا المعالج او هذا الكور في داخل هذه الذاكره، لانه وضعها في هذه الذاكره راح يوطئ الاداء العام وهكذا. مالتيبل بروسيسور سكجولينج ايضا مثل ما ذكرنا سابقا يحتاج ما يسمى باللود بالانسنج، اللي هو موازنه الحمل. اذا كان لدينا هذا السايمتريك مالتي بروسيسنج فنحتاج انه نبقي كل الكورز او كل البروسيسورز او كل السي بي يوز مشغولة طيلة الوقت للحصول على الكفاءة المطلوبة. هنا أيضا نحتاج أن نقوم بما يسمى باللود بالانسنج، اللي هو موازنة الحمل، يعني محاولة إبقاء اللود متساويا أو موزع بشكل متساوي على كل المعالجات، بحيث لا يكون هناك معالج أوفر لودد مشغول جدا ومعالج آخر أندر لودد يعني غير مشغول بأي شيء. هنا أيضا لتحقيق اللود بالانسنج نحتاج ما يسمى بالبوش ميجريشن والبول ميجريشن، اللي هو هجرة الدفع وهجرة السحب.
البوش ميجريشن معناته بشكل دوري المهمات يعني التاسكس او مهمه يعني دوريه يعني يقوم بها كل المعالجات بفحص اللود الموجود في كل معالج اخر، بحيث انه اذا كان لدينا معالج اندر لودد يعني غير مشحون بالكثير من المهمات، نقوم بعمليه البوش ندفع اليه بعض المهمات من المعالجات الاخرى اللي هي الاوفر لودد يعني اللي هي محمله بشكل زائد الى المعالجات الاخرى. هذه عملية دفع للعمليات الزائدة من معالج مشحون إلى معالج يعني فارغ أو شبه فارغ. عملية البول ميجريشن اللي هي بالعكس، أنه المعالجات العاطلة أو يعني الغير عاملة حاليا تقوم بسحب بعض المهمات التي تنتظر من البيزي بروسيسرز من المعالجات الأخرى اللي هي تكون في حالة انشغال. المالتي كور بروسيسرز ايضا مثل ما ذكرنا هو هذا التوجه حديث يعني بوضع عده معالجات في داخل الفيزيكال تشيب يعني في الشريحه الفيزيائيه الواحده. هذه طبعا راح تكون هي مواصفاتها او مميزاتها انه هي اسرع وتستهلك طاقه اقل، لانه احنا راح نجمع الكثير من المكونات الالكترونيه في مكان واحد، فبالتالي تبادل البيانات مع اماكن ابعاد راح يكون اقل، وهذا راح يؤدي الى تقليل استهلاك الطاقه. هنا راح يكون عندنا مالتيبل ثريدز بير كور اولسو جروينج، يعني تعدد المهمات في داخل الكور الواحد ايضا هذا هو في طور النمو، لانه هذا الشيء يعتمد مو فقط على التطور الفيزيائي او الهاردوير لهذه الشيبس، وانما يعتمد ايضا على توفر الامكانيات البرمجيه للاستفاده من هذا الشيء. طبعا هذا تيك ادفانتج اوف ميموري ستول تو ميك بروجرس اون انذر ثريد، يعني يستفيد من لحظات التوقف او الانتظار لجلب شيء من الذاكره، بحيث انه يقوم بعمل تقدم اخر على يعني ثريد اخر في طالما ان الذاكره يعني حاليا في حاله انتظار، مثل ما راح يوضحها هذا الرسم. هنا اذا كان لدينا يعني كور واحد فقط في الثريد الواحد راح ينفذ كل ثريد مثل ما ذكرنا سابقا انه عمليات معالجه وعمليات جلب بيانات من الذاكره، وهكذا تتناوب العمليه. يعني المعالج اولا يعني يقوم بعمليه معالجه شيء معين، ثم يقوم بجلب بيانات جديدة من الذاكرة، ثم يقوم بمعالجته، ثم يجلب بيانات جديدة من الذاكرة ومعالجته، وهكذا. هذا إذا كان لدينا ثريد واحد يتم تنفيذه في الوقت الواحد راح تكون هذه هي العملية. إلا أنه في المالتي ثريدنج مالتي كور سيستم يعني النظام متعدد النواة ومتعدد المهمات في نفس الوقت، راح يقوم بجلب العملية الأولى، وعندما يقوم بعملية البروسيسنج الخاصة بها بعد ذلك راح تحتاج أنه تجلب بيانات من الذاكرة. اثناء ما هي تجلب بيانات من الذاكره راح يقوم بادخال مهمه اخرى ثريد نمبر 1، وايضا يقوم بعمليه المعالجه له. على ما توصل البيانات من الثريد الاول ايضا راح يقوم بعمليه المعالجه له عندما يكون الثريد الثاني في حاله جلب بيانات من الذاكره. فتلاحظ انه بالنتيجه النهائيه راح ينتقل المعالج هو يقوم بهذه المهمات فقط اللي هي عمليه الكمبيوتيشن فقط، اما جلب البيانات من الذاكره فهذا الشيء ممكن ان يتم يعني من قبل الباصز يعني نواقل النظام. فالمعالج هنا راح يكون مشغول طيله الوقت، في حين هنا المعالج كان مشغول فارغ مشغول فارغ مشغول فارغ، هنا راح يكون المعالج مشغول 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 طيله الوقت على امتداد الفتره الزمنيه. هذه راح تكون بالنسبه للمعالج يعني او بالنسبه لاداء الحاسب بشكل اكبر اكثر كفاءه. طبعا ايضا يبرز عندنا ما يسمى بالريال تايم سي بي يو سكجولينج، جدوله العمليات في الزمن الحقيقي. هنا طبعا تبرز لدينا الكثير من التحديات، هنا لانه الزمن الحقيقي معناته كل عمليه يجب ان تنفذ instantaneously يعني لحظيا بدون تأخير. هنا عندنا ما يسمى بالsoft real time systems اللي هو أنظمة الزمن الحقيقي الناعمة، والhard real time systems اللي هو أنظمة الزمن الحقيقي القاسية اللي ناعمة من اسمها، يعني ليس هناك فد ضمانات على critical real time process will be scheduled، يعني ليس هناك ضمان متى سيتم تنفيذ العملية حتى وإن كانت هي حرجة وتحتاج استجابة في الزمن الحقيقي. الhard real time لا، يجب أن كل عملية يجب أن تخدم في وقت محدد يعني في deadline يعني موعد انتهاء. هنا two types of latencies affect the performance، نوعين من انواع التأخير تؤثر على الأداء اللي هو interrupt latency التأخير الناتج من المقاطعة، وهو الزمن الذي يعني من وصول المقاطعة إلى حد بدء يعني السيرفيس روتين interrupt service routine للبدء التنفيذ. يعني عادة احنا عندنا إذا كانت لدينا task T مثلا يتم تنفيذها، فهنا راح يكون عندنا في لحظة معينة كانت لدينا التاسك اللي اسمها تي يتم تنفيذها في داخل المعالج. في هذه اللحظة وصل لدينا انتربت. انتربت اللي هو يعني المقاطعة أو برنامج يحتاج معالجة مستعجلة يعني. هنا طبعا ديترماين ذا انتربت تايب، يعني حساب ما هو نوع هذا الانتربت، هل هو
نون ماسكبل انتربت، هل هو يعني هاردوير انتربت سوفتوير انتربت، لانه بعضها ممكن ان تنتظر، بعضها لا يجب ان تدخل مباشره. بعد ما حسبنا نوع الانتربت نقوم بعمليه الكونتكست سويتش اللي تحدثنا عنها سابقا، اللي هي تغيير سياق، اللي هي اخراج العمليه الحاليه وادخال العمليه الجديده. هذا ايضا تاخذ له وقت معين. بعد ذلك يعني هذا كله نسميه الانتربت اثنان، ثم نصل مباشره الى الانتربت سيرفيس روتين، اللي هو روتين خدمه المقاطعه او الفانكشن او الكلاس اللي هي تقوم بتنفيذ البرنامج الذي قام الانتربت باستدعائه. فهنا تلاحظ بانه ابتداء من استدعاء الانتربت حتى بدء تنفيذ الانتربت، هذه كلها نسميها انتربت ليتنسي، اللي هو تاخير ناتج من المقاطعه. هذا هو التاخير الاول الذي يحصل والذي يؤثر على الاداء بالنسبه لجدوله العمليات في الزمن الحقيقي. النوع الاخر اللي هو ديسباتش ليتنسي، اللي هو يعني تاخير الجلب، وهو الزمن المستغرق للمعالج او للمجدول لتيك ذا كرنت بروسيس اوف سي بي يو اند سويتش تو ذا اذر، اللي هو يعني مثل يشبه تقريبا الى حد ما الكونتكست سويتش. كونتكست سويتش اللي هو اخراج العمليه من المعالج وادخال عمليه اخرى. هنا الديسباتش ليتنسي هو التاخير الذي يحصل من قبل المجدول في اخراج العمليه الحاليه وادخال العمليه الجديده، واللي هي تم استدعائها من قبل الانتربت، واللي هنا سميناها الانتربت سيرفيس روتين. هنا ايضا اكو عندنا ما يسمى بالكونفليكت فيز اوف ديسباتش ليتنسي. هنا هذا هو الايفنت، الحدث اللي هو الانتربت يسبب لنا الانتربت، وهنا الريسبونس تو ذا انتربت، هذه كلها التاخير اللي راح يصير عندنا. هذا هو الريسبونس انترفال، فتره الاستجابه. بالبدايه يتم معالجه الانتربت مثل ما ذكرنا، الانتربت بروسيسنج، بعد ذلك بروسيس ميد افيلبل. هنا راح يصير عندنا ديسباتش لاتنسي اللي هو يحصل به حاله كونفليكت، ثم ديسباتش، واخيرا الريال تايم بروسيس اكسكيوشن، تنفيذ العمليه في الزمن الحقيقي اللي هي يعني تم استدعائها من قبل هذا الايفنت. فهنا نلاحظ انه لازم يكون عندنا بريمبشن اللي هو حق الشفعه، او اخراج اي عمليه موجوده في داخل المعالج اثناء يعني حصول انتربت او حدث اكثر اولويه. ريليس باي لو برايورتي بروسيس اوف ريسورسز نيدد باي هاي برايورتي بروسيسز، يعني هنا اخراج العمليات قليله الاولويه من المعالج يجب يستدعي وصول عمليات اكثر اولويه هاي برايورتي، واللي هي عاده تكون يعني يسببها الانتربت. ايضا النوع الاخر من السكجولينج اللي هو البرايورتي بيست سكجولينج فور ريال تايم سكجولينج، يعني هنا الجدوله المبنيه على اساس الاولويه. ايضا بالنسبه للجدوله في الزمن الحقيقي المجدول يجب ان يدعم بريمبتيف برايورتي بيست سكجولينج، يعني هنا هذا الشيء الذي ينصح به ولكنه لا يتوفر دائما في كل نظم التشغيل. اذا كان لدينا جدوله عمليات في الزمن الحقيقي، وهذه طبعا تكون دائما يعني في انظمه المراقبه الحربيه، أنظمة مراقبة عمليات الإنتاج الصناعية في مصانع معينة، أنظمة مراقبة حركة الملاحة الجوية، هذه تحتاج جدولة يعني في الزمن الحقيقي، لا يعني لا تحتمل التأخير. هنا المجدول يجب أن يكون أفضل شيء يعني طبعا بريمبتيف اللي هو يسمح بحق الشفعة، يعني إخراج العملية الأقل أولوية إذا وصلت العملية الأكثر أولوية إلى طابور الاستعداد، وبرايورتي بيست سكجولينج اللي هو جدولة مبنية على أساس الأولوية. But only guarantees soft real time، لانه هذا الشيء يسمح لنا فقط بتحقيق ضمانات زمن حقيقي ناعمه، يعني تقبل التاخير. For hard real time must also provide ability to meet deadlines، اذا كنا نبحث عن hard real time اللي هو زمن حقيقي يعني قاسي او strict يعني حدي، يجب ان نوفر اليات تحقيق او يعني تنفيذ العمليه قبل الوصول الى الديدلاين اللي هو يعني موعد التنفيذ النهائي. Processes have new characteristics، هنا العمليات هنا يجب ان نضيف لها خصائص جديده اللي هي periodic one require CPU at a constant intervals، بعض العمليات تحتاج المعالج في عملي يعني في اوقات دوريه يعني periodic في كل 5 ثواني مثلا او كل 10 ثواني ترجع تحتاج المعالج. هذه الحاله راح نحتاج انه اذا كان زمن التنفيذ العمليه هو T والديدلاين اللي هو زمن اخر موعد لتنفيذ العمليه هو D والفتره الزمنيه للعمليه P، فراح يتم توزيعها كالاتي. فهذا هو زمن تنفيذ العمليه، هذا هو الدي اللي هو ذكرنا الديدلاين، وهذا هو البيريود التي يتم يعني الفترة الزمنية التي يعني كل مرة تحتاج العملية ترجع بها مرة أخرى، يعني بيريود 1 بيريود 2 بيريود 3 وهكذا، العملية دورية. فهنا التي لازم تكون أكبر من صفر لأنه هي زمن التنفيذ لازم يكون أكبر من صفر، ولازم تكون أقل من الديدلاين واللي هو لازم كلهم يكونون أقل من البيريود. فهذه يعني الستريكت تايمينج كونسترينتس، يعني هذه القيود الزمنية القاسية يجب تحقيقها لكي نضمن حصول الهارد ريال تايم. الريت طبعا هنا المعدل للبيريودك تاسك هو 1 على بي،
معدل تنفيذ هذه العمليات هو 1 على بي اللي هو يعني مقلوب المدة التنفيذ. الريت هنا طبعا يقصد به هو الفريكونسي، يعني واحنا دائما نعرف انه الفريكونسي هو مقلوب التايم، مقلوب الزمن. فهنا زمن الدورة الواحدة، يعني هذا بالضبط مثل اللي موجود في يعني الإشارات السلكية او اللاسلكية، يعني او البيريوديك سيجنالز، تردد تنفيذ العملية او معدل تنفيذ العملية هو مقلوب الزمن الخاص بهذه العملية، يعني بشكل بسيط. ايضا عندنا ما يسمى بالفيرتشواليزيشن اند سكيدجولينج. فيرتشواليزيشن مثل ما نعرف احنا حاليا هو انه كيف نقوم بتنصيب مجموعه من الانظمه، يعني مالتيبل اوبريتنج سيستمز او مالتيبل انستانسز، يعني عده نسخ من نظام التشغيل في حاسوب واحد، بحيث انه كلها يعني تتشارك الهاردوير الا انها يعني مالتيبل سوفت وير، وكل واحده معناتها هي تعتقد نفسها انه هي حاسوب مستقل. فهنا الفيرتشواليزيشن سوفت وير سكيدجولز مالتيبل جيستس اون تو ذا سي بي يو، يعني برمجيات الفيرتشواليزيشن او البيئه الافتراضيه راح تقوم بجدوله مجموعه من الجيستس. الجيستس اللي هي نظم التشغيل، يعني الزبائن او الضيوف الموجوده في داخل هذا الحاسوب، راح كلهم يتم جدولتهم بشكل يعني مستمر في داخل الحاسوب الواحد. طبعا كل جيست doing its own scheduling، يعني كل واحد من هذه الحواسيب راح يكون عنده خوارزميات جدول الخاصه به، وكل واحد من هذه الحواسيب مثل ما ذكرنا كل نظام تشغيل موجود في حاسبه فيرتشواليزيشن، يعني قد يكون هو نظام تشغيل الاصلي ويندوز، ولكن في داخل ويندوز اكو عندنا 4 أو 5 لينكس او ماك او اس او بوزكس او غيرها من الانظمه الاخرى، كل واحده منها اكو لها خوارزميات جدوله معينه، وكل واحده منها تعتقد انه هي تمتلك السي بي يو لوحدها، هي لا تعرف انها لا تمتلك السي بي يو، وبالتالي كان ريزلت ان ابور ريسبونس تايم. يعني اغلب الناس اللي هو يشتغلون مثلا على نظام فيرتشوال، يعني فيرتشوال انفايرمنت، يلاحظون بانه اكو عندنا هذا يعني زمن الاستجابه الفقير او البطيء، دائما هناك بطء، لانه السي بي يو المعالج او الرام او الهارد يتم مشاركتها من قبل مجموعه من نظم التشغيل، كل وحده منها اكو لها خوارزميات جدوله مستقله عن الاخرى، وكل وحده منها ما تعرف انه هي لا تمتلك السي بي يو، كل وحده منها تتصرف بشكل حر على يعني كانه هي تمتلك السي بي يو كله. حتى وان كنا يعني نقوم بتحديد كل وحده منها بجزء من المعالج او جزء من الذاكره، الا انه دائما يكون عندنا زمن الاستجابه فقير جدا. وهذا الشيء طبعا كان افكت تايم اوف داي كلوكس ان جيستس، هذا ايضا يتاثر بالوقت من اليوم، يعني بعض الاحيان هناك اوقات يعني مشحونه او يعني الكل يعمل فيها، فراح يكون هناك بطء كبير. بعض الاحيان يكون الحاسوب شبه فارغ، يعني الانظمه الاخرى هي غير فعاله في هذا الوقت، فراح يكون هذا يعني يعطي فتح حريه اكبر لبقيه الجيستس. كان اندو جود سكيدجولينج الجوريثمز ايفورتس باي اوف جيستس، هنا طبعا يعني حتى اذا كان هناك جهود جدوله جيده من قبل نظم تشغيل الزبائن او الضيوف في هذا النظام الرئيسي، الا انه يمكن ان كلها يعني تقوم بتخريب بعضها البعض الاخر، لانه كل واحده منها راح تقوم بجدوله مستقله عن الاخرى. فهذا ايضا تعتبر هي واحده من المشاكل البحثيه اللي حاليا يعني كثير من البحوث العلميه حول العالم تعمل في على كيفيه يعني التوفيق ما بين خوارزميات الجدوله المستقله للنظم المنفصله ويعني في البيئه الفيرتشواليزيشن، وكيفيه جعلها تتعاون فيما بينها بدون التاثير على بيئه واحده، يعني اي واحده من اي نظام على النظام الاخر، لانه واحده من المميزات الرئيسيه لبيئه الفيرتشواليزيشن هو البرايفسي، الخصوصيه. اذا قمنا بالبدء بمشاركه البيانات بين الانظمه المتعدده لكي نجعلها تقوم بعمليه الجدوله سويه، هذا الشيء راح ممكن انه يضر بالبرايفسي او الخصوصيه الخاصه بهذه الانظمه، ممكن انه يؤثر على عملها بشكل صحيح في النتيجه بالنهايه. في المحاضره القادمه ان شاء الله راح نبدا نتحدث ايضا يعني على الريت مونوتونيك سكيدجولينج وبقيه انواع السكيدجولينج، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامه.